ما يلاقي. لك إذا ما صايت لازم عم بمين يصيام. معلش إيدي بركة أكثر. لك توبشيني أنت. عطشانة روحي. تعي. يلي سميتي ابنتك غادة وحلوة وأمورة ما أقدر عبعادة ويا يا لم لهلك للالو 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 يا عيني لما بفتح برادة بشبع مقدوس وجبن وزيتونة ويا يا بابا بو بابا بو شو وين نسوانك يضبوك؟ واحدة بعتها تجيب خبز والثانية بعتها على الدكان تجيب أكل والثالثة أعطيتها إجازة تروح تشوف أبوها. ايروض بحالك لكان روح. شو صار مع بدي؟ مو شغلك. أعطيتنا 300 ليرة بدك تفتح معنا تحقيق. 345 بس قلت لحالي يعني بركي بساعد. لا شكرا للمساعدة، نحن جبنا للدب لكرمنا أول مرة، ثاني مرة ما بنجيبه. مين الدب أنا؟ إيه أنت، دب مكعب، أكلته للأنبات وقتلته للفاطوم. استلم هاي مرتك، روحي ضبي جوزك، روحي. ليش ما بتروح على الخليج مثل بديع؟ هذا الشيء كنت متوقعه من ام هاني مو من ابوكي. بعدين بديع صار ضرب للمساء. بتروحي لعنده بتقولي له اذا ما بيعطينا على الحساب بدي طلقك. قلت له خليه يطلق الكلب اللي بده ياكل صيدته بلا وبلا صيدته. كلب؟ هذا كلب انا؟ لا عفيف انت كبير القدر بس هذا مثل يعني. ماشي بتروحي لعنده بتقولي له نكاية عفيف ما بده يطلق واذا بيخاف على بنته لا يكبر راس. شو بدك تعمل له يعني؟ شو بدي اعمل له؟ بدي خليها تنزل تشحد بالشوارع، وإذا بده يكبر راس أكثر بدي خليها تشتغل بالبيوت. معقولة؟ شو هي المعقولة؟ هلا إذا بدبر لك شغل تشتغلي؟ إيه بشتغل، بس حسب الراتب. لو كان راتب ليش تجي معك ابتدائية؟ بديع وقعدتش بدك تتذكر تلحوس شفافك. السنة الجاية مثل هلا أكون أنا وياك ورون عم ناكل رز بحليب بقلب الشبح. حدا بياكل رز بحليب بالشبح. الناس بالشبح بتاكل هيطالية. بيأتك بالزبداني بسيارتي. بالشبح؟ إيه بالشبح. هلا بديع نخمنا حاجب والله دخل أنا بقى. لا لا بالأخير بالأخير أبو طمزك. ليش صوتي ما بيعجبك أمي؟ صوتك حلو كتير وأنت ساكت.